يبون وانت الجمال مرحبا بكم. الفيديو باي فير انفينتي هي من ترافقنا. باي فير انفينتي عرض هزية كبيرة الحجم من تايلاند. في محتوى رقمي ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت جميلة وترعرت في مملكة تايلاند. جميلة تفسح الداري في ميلادها والان مسارها الدراسي للعالم. لذا انسى بمعرفة امرها الحقيقي ومستواها الثقافي. جميلة حياة ألمانية في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة على انستغرام. من خلاله قام بترويج منتجات ماركات الملابس الداخلية ملابس السباحة وأنواع مختلفة من مستحضرات التجميل والعطور. كانت الجميلة نشط على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. تمت الانستغرام في فبراير 2020 استطاعت أن تجني أزيد من 140 ألف متابع ومعجب في حسابها الخاص. تحب الحيوانات وتايلاند معروفة بترويض الفيلة. قيمة صافية لثروة الجميلة في سنة 2021 بين 1500 ألف دولار أمريكي. الدولة الحسنة التايلاندية 168 سنتيمتر. حجم صدرها 105 سنتيمتر. حجم القصر 89 سنتيمتر. أما مقاس الورق 124 سنتيمتر. حجم شعرها بني جميل مموج ولون العيون والنية الجنسية تايلاندية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد وشكرا.